صباح الخير يا ليلى. سعد صباحك، كيفك؟ تمام الحمد لله، انت كيفك؟ دائما بنقول الحمد لله على كل شيء. سعد صباحكم مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتم مرافقيننا بصباحنا لليوم، وهذا اليوم المميز اللي بيحمل ذكرى غاليه على قلوب الكل، وهي ذكرى تاسيس التلفزيون العربي السوري، الذكرى 64. بدنا نعايد جميع الكوادر العامله بالهيئه العامه للاذاعه والتلفزيون ونقول لهم يعطيكم الف عافيه لكل الجهود اللي عم تشتغلوا عليها ضمن الامكانيات المتاحه. مشوارنا الصباحي بلش معكم وضيوفنا من مجالات مختلفه، وايضا حنكون بتقارير من المحافظات السوريه. بدي ارجع لعندك يا ليلى. كل عام وانت بألف خير يا رشا، وكل عام وكل الكوادر الإعلامية بألف خير بهذا اليوم المميز بذكرى تأسيس التلفزيون، ذكرى انطلاقة التلفزيون من قمة جبل قاسيون. مشاهدينا مشوارنا الصباحي بلش بفقراته العديدة والمتنوعة، ورح تكون محطاتنا اليوم نستذكر فيها أهم المحطات ومسيرة التلفزيون السوري. رح نترافق نحن وانتو، لكن رح نصبح عليكم بأغنية ونرجع. يا رب يجي تشرين خليهن لا أولى، وحياة العمر ما حقني لولا، نحن نطرنا الحر الطاير من فوق الشام، نازل عبادة يلاقي رب في الحمام، عجناح لا سوريا حامل سلام، ضوي يا شمس بلادي فوق الايام. طير الحر الطاير من فوق الشام، نازل عبادة يلاقي رب في الحمام، عجناح لا سوريا حامل سلام، ضوي يا شمس بلادي فوق الايام. علوها علو الراي سوريا صارت هاي، علوها علو الراي سوريا صارت جبال العز مضواي، طول الايام الروح بترقص لك يا شام. ببدايه صباحنا لليوم وبهي المناسبه وبهذا اليوم الغالي، محطات كثير مرقت بحياه التلفزيون العربي السوري رح نتعرف عليها ضمن حكايه يوم. في مساء يوم 23 من تموز من عام 1960، وبجهود الكوادر الوطنية، بدأ التلفزيون العربي السوري إرساله من قمة جبل قاسيون في دمشق، واستمر الإرسال لمدة ساعة ونصف الساعة فقط. في اليوم الأول من داخل استوديو متواضع شيد بجانب محطة الإرسال. وأنظار ترقبت الصورة الأولى للتلفزيون العربي السوري لرواد من إعلاميين وكوادر فنية وإدارية وجهها آنذاك الدكتور صباح قباني، وكانت أولى الأعمال التي بثها التلفزيون تعتمد على فصول تمثيلية وسهرات مسرحية تبث مباشرة على الهواء، أبطالها نهاد قلعي، دريد لحام، رفيق سبيعي، محمود جبر، إضافة إلى برنامج منوعات بعنوان سهرة دمشق. وأول عمل تلفزيوني كان بعنوان تمثيلية الغريب، الذي قدم على الهواء مباشرة من إخراج سليم قطايا، بطولة ثراء دبسي، ياسر أبو الجبين، بسام لطفي. وفي عام 1976 وحتى العام 1981 تم إنجاز عشرات محطات الوصل في مختلف المحافظات السورية لتغطيتها بالبث التلفزيوني. وفي عام 1978 بدأت تجربة الملون، وظهرت بعض البرامج والمسلسلات الدرامية بالألوان.
جهود لرواد آمنوا بمبادئ وقيم وطنية تجلت خلال الحرب الإرهابية على سوريا لتكون منارة التلفزيون العربي السوري دماء شهداء الإعلام الذين تمسكوا بسلاح كلمة الحق ونقلها عبر الشاشات الوطنية. وقبل ما ننتقل لأولى محطاتنا الحوارية خلونا نتعرف على بعض المعلومات عن التلفزيون السوري. السادسة مساء من 23 من تموز في عام 1960 كان أول إرسال للتلفزيون العربي السوري في دمشق من قمة قصيون. هل تعلم أن أول جملة أرسلت مساء الخير من هنا من على قمة قصيون هنا دمشق؟ هل تعلم أن الإرسال استمر ساعة ونصف فقط في اليوم الأول بالأبيض والأسود؟ هل تعلم أن أول من أدار محطة الإرسال صباح القباني شقيق الشاعر نزار قباني؟ هل تعلم أن التلفزيون العربي السوري يعتبر أول تلفزيون عربي يدار بخبرات وطنية؟ هل تعلم أن العمل الدرامي الأول هو تمثيلية الغريب في عام 1960 وهي أول تمثيلية عرضها التلفزيون مباشرة على الهواء بسبب بساطة وبدائية وسائل توليف الفيديو؟ هل تعلم أن عام 1978 بدأت تجربة البث الملون حتى أصبح الإرسال في عام 1980 بالألوان ولمدة 10 ساعات يومياً؟ وبمناسبة هاليوم يلي بيحمل ذكرى كتير غالية على قلوبنا وهو ذكرى تأسيس التلفزيون العربي السوري، بصرنا يكون معنا اليوم ضيف استثنائي، هو أخ ومعلم لكل حدا بيشتغل بمجال الإعلام، والمعروف عنه أنه دائماً بتعامل مع الكوادر الإعلامية بالزمالة والمهنية. أكيد يا رشا، واكب العمل ضمن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمختلف الظروف وبالأوقات الصعبة، وقدر أنه يوضع بصمة مميزة على مستوى التغطيات الإخبارية وأنه يرتقي فيها لتكون على المستوى الحدث. اليوم بصرنا نرحب بضيف عزيز كتير على قلوبنا بهذا اليوم المميز، أكيد بصرنا وبيشرفنا نرحب بالأستاذ حبيب سلمان المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. يسعد صباحك أستاذ. يسعد صباحكم جميعا، وأكيد نحن كادر واحد. كل عام وانت بألف خير، وشكركم على المقدمة اللي صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ حبيب، نورت صباحنا لليوم. كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. اليوم هيك من خلالك بدنا نعاير جميع الكوادر العاملة بمجال الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وبداية ما فينا ما نستذكر البدايات واللي وصفتها الصحافة العالمية بالانطلاقة المعجزة للتلفزيون السوري، وأيضا اليوم شو بتحب تتوجه لكل العاملين؟ طبعا أول شيء هي مناسبة للوقف مع الذات، ماذا فعلنا، إلى أين وصلنا، كيف أو إلى ماذا نخطط، إلى أين نريد أن نصل. أعتقد هي دائما ذكرى التأسيس هي وقفة مع الذات للمراجعة للتقييم للتقويم أيضا، ولكن دائما المناسبة التأسيس هي مناسبة أيضا لتوجيه الشكر لكوادر التلفزيون العربي السوري بشكل خاص، وأيضا لكوادر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والشكر الأكبر أيضا للجمهور السوري الوفي لإعلامه الواثق بالرسالة التي يتلقاها من كوادر محترمة تؤدي أو تصمم محتوى إعلامي راقي. بالتالي هي مناسبة أيضا أريد أن أبدأ من آخر حدث يعني كنا موجودين فيه، كان استحقاق الوطني الدستوري انتخابات مجلس الشعب. أعتقد كان كوادر التلفزيون العربي السوري بكل قنواته على قدر المسؤولية متميزة كما هي دائما في كل استحقاق. بالتالي إذا ربطنا بين لحظة التأسيس وبين الحاضر نستطيع أن نقول أن هناك تواصلا مستمرا، كل يراكم على ما أنجزه
أسلافه ليكون الخلف هو خير من يحمل الرسالة، هو الأمين على رسالة هذا الإعلام الذي دائما نريده إعلاما راقيا، نريده إعلاما قادرا على زيادة مناعة الفرد السوري، على تحصين المجتمع السوري أمام كل المتغيرات ليكون مجتمعا حصينا غير قابل للمساومة على الحقوق الوطنية والقومية. منذ لحظة التأسيس الأولى التلفزيون العربي السوري ميز نفسه برسالته القومية فانطلق تحت اسم التلفزيون العربي، بالتالي يعني الهم القومي هو الشغل الشاغل، الدفاع عن القضايا القومية، ضرورة تحرير الأراضي المغتصبة، القضايا العادلة للشعوب العربية، طبعا إضافة إلى قضايانا الوطنية وهموم مجتمعنا السوري، وأيضا إبداعات هذا المجتمع يعني كانت مادة دائما موجودة في جميع برامجنا على جميع قنواتنا. أعتقد التلفزيون العربي السوري هو الذاكرة البصرية لأحداث المنطقة وللأحداث السورية بشكل عام، ونمتلك أرشيفا غنيا جدا، ونعمل على أن يكون هناك مشروع وطني لرقمنة هذا الأرشيف لأنه ثروة حقيقية بكل ما تعني الكلمة. أستاذ حبيب، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمختلف محطاتها التلفزيونية اليوم بتشكل حالة من الحنين في ذهن المتلقي، وكان لها خط درامي مميز عبر التاريخ، برامج تحولت لكلاسيكيات، خلينا نحكي شوي عنها دكتور. إذا دخلنا بالموضوع، التلفزيون العربي السوري تستطيعين أن تعتبرينه يعني هو الأب الحقيقي للدراما، يعني من الاستديو، هو استديو 2 حاليا في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، كانت الكثير من المسلسلات، الكثير من التمثيليات التي انطلقت من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بالتالي الأعمال الدرامية، الدراما السورية كانت ولدت بشكل شرعي في التلفزيون العربي السوري، ومن ثم هذه النبتة السورية الأصيلة ترسخت وازدادت رسوخا وانتشارا لتكون أحد يعني خلينا نسميها القوى أو القوة، نقاط القوة الناعمة السورية المؤثرة والقادرة أيضا على إيصال أيضا رسائل راقية. يعني الدراما السورية أعتقد أي أسرة تستطيع أن تطمئن عندما يكون أبنائها يشاهدون المسلسلات السورية، لأنها بعيدة عن الابتذال وبعيدة عن أي استخفاف بالعقول، تقدم مادة راقية تحترم القيم البنيوية وأيضا القيم الأصيلة لمجتمعنا العربي السوري، وأيضا يعني هي أمينة على الإرث الحضاري الغني والمتنوع لسوريا. سوريا يعني مولد الحرف، سوريا هي من عجنت المعدن، سوريا هي من دجنت الزراعة، يعني سوريا تبدع، سوريا هي من صبغت الزجاج، وهي من مخرت عباب البحر. بعتقد هذا الإرث وهذا التاريخ العريق، سوريا تتميز عن كثير من الدول، ونحن كإعلام أمينين على إيصال هذه الحقائق، إيصال هذه الصورة، ترسيخ قيمنا المجتمعية، يعني بناء مجتمع قيمي بعيدا عن، أو خاصة في هذه المرحلة بالذات، يعني كما تعلمون يعني هناك حروب عقائدية عالمية تحدث عنها سيادة الرئيس خلال اللجنة المركزية لحزب الباعث العربي السوري بشكل موسع، والحزب العربي حزب الباعث العربي الاشتراكي بشكل موسع، وايضا يعني هناك مهام كثيره يعني فردناها نحن الى برامج الى زوايا، بالتالي هذا التطور، هذا المزيج الغني اعتقد كله مع بعضه يشكل رساله غنيه من جهه، متنوعه، قائمه على اسس وطنيه وايضا على قيم مجتمعيه نفتخر ونفاخر بها. أستاذ حبيب، معروف أنه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون خرجت الكثير من الإعلاميين والكثير من الفنانين، وواكبت عبر سنوات طويلة معظم أو جميع الأحداث في سوريا، وأيضا ما فينا ما نستذكر اليوم أرواح شهداء الإعلام، أكيد الرحمة لأرواحهم، وما زالت لليوم عم تواكب القضايا إن كان اجتماعية سياسية ثقافية. خلينا نتحدث على هذا الدور. يعني منذ قليل تحدثنا عن الاستحقاق الأخير، الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية، يعني كان المراسلون موجودين على امتداد جغرافيا الوطن، نقلوا بالصوت والصورة كل ما يجري بشكل شفاف
بعدالة ونزاهة دون أي انحياز لأي من المرشحين. بالتالي الإعلام السوري أعتقد ميز نفسه إضافة إلى البعد القومي والوطني أيضا بالمصداقية، وكانت دائما سلاحه الحقيقي هو الحقيقة. أعتقد في ظل إمبراطوريات، في ظل أموال كثيرة تدفع، كان سلاحنا الأمضى في مواجهة كل ذلك المشهد، أو كي نكون موجودين في هذا المشهد، كان هو الحقيقة. عندما نكون حقيقيين مصداقيين، نحترم عقل المشاهد، ننقل له بالصوت والصورة كل ما يجري. هذا زاد من مصداقية الإعلام السوري، وجعل الإعلام السوري حقيقة الملاذ الآمن للمواطن السوري لتدقيق المعلومات، لتدقيق الأخبار، خاصة في موضوع الأخبار، في موضوع الفوضى العالمية في انتشار المعلومة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، والآن تزيد بعد دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي الاي اي، وكل هذه تحملنا أعباء إضافية. طبعا كوادر الإعلام السوري بكل المراحل وبكل الاستحقاقات استطاعت أن تكيف نفسها، أن تؤهل نفسها لتكون موجودة خلال خاصة ظهر الإعلام السوري على حقيقته بشكل كبير خلال العدوان الظالم الذي شن على سوريا منذ آذار 2011، وما زال مستمرا بأشكاله المختلفة العسكرية والإرهابية، وأيضا بأشكاله الأخرى الناعمة. يعني هناك خليط من هذا العدوان على سوريا، هناك حرب تدمير مادي، وأيضا هناك حرب تدمير فكري وعقائدي وأيضا بنيوي، ويريدون أن يكون مجتمعنا مجتمع ترف، مجتمع استهلاك، مجتمع سطحي، بينما الإعلام السوري يسعى بالعكس ليكون مجتمعنا حصينا، يكون المواطن السوري يمتلك المناعة الوطنية الكافية كي يقرأ الأمور بشكل صحيح. يعني نحن لسنا إعلام وماله أو كده عايز الجمهور، نحن إعلام حقيقي نعمل كي نكون أيضا فاعلين، كي نكون راقين، لأنه المجتمع السوري هو مجتمع راقي ومبدع وبسهولة يكشف. وأعتقد ما ساعد الإعلام السوري على نجاحه أشياء رئيسية. أولا إيمان الكادر السوري بحتمية الانتصار وبأنه يخوض حرب وجود وليست حرب عابرة، هي حرب وجود بكل ما تعني الكلمة. أريد القضاء على سوريا وكسر سوريا وتمزيقها، لكن المواطن السوري والدولة السورية بكل مؤسساتها، وأيضا بحكمة السيد الرئيس بشار الأسد بفكره الثاقب ورؤيته البعيدة، كل هذه العناصر استطعنا نحن كإعلاميين أن نستفيد منها، أن نستشرف منها الأحداث الآنية ونقرأ المستقبلية بشكل دقيق. أيضا البعد الآخر الذي ساعد الإعلام السوري هو الانتماء الكوادر الراسخ، وجود كتفا إلى كتف مع الجيش في خندق واحد كي يوثقوا لحظات الانتصار، كي يوثقوا لحظات مكافحة الإرهاب، كي ينقلوا حقيقة هؤلاء الذين رفعوا شعارات يعني هي غير الواقع، وأريد منها الفتنة، أريد منها تفتيت المجتمع. بالتالي أعتقد الإعلام السوري استطاع صوغ رسالة إعلامية، استطاع تقديم صورة ومشهد مختلف. إذا سألتني ألم نستطيع أن نكون أفضل، أكيد نستطيع أن نكون أفضل، ولكن هي كانت انتقلنا على مراحل، من مرحلة رد الفعل واستيعاب الصدمة إلى مرحلة الهجوم وإثبات الذات السورية عبر الإعلام السوري، إثبات الرؤية الصحيحة والقراءة العلمية وأيضا الحيادية، عندما تقدمين المشهد بوقائعه، عندما تقدمين الدلائل، عندما تقدمين بالرقم وبالمعلومة وبالصوت والصورة، أنت تقدمين رسالة أعتقد تحترم عقل المشاهد وهو يعني يستوعب هذه الرسالة. وأيضا مجتمعنا بطبيعته مجتمع محصن، بالتالي بعض الذين ضللوا أو غرروا أعتقد أنهم عندما نتابع الآن ما يتحدثون به في الخارج، خاصة أنا أتحدث عن زملاء إعلاميين، أعتقد أنهم اكتشفوا أنهم ساروا في الطريق الصحيح،
الباب مفتوح للجميع للعودة إلى جادة الصواب كي نتشارك جميعا بناء الوطن. أستاذ حبيب، اليوم بالإضافة لهذا الدور الكبير، أيضا الإعلام بالسنوات السابقة كان عم يكون على مختلف الأصعدة، استطاع أن يكون على مستوى التطورات الميدانية، اليوم التغطيات الإخبارية بالإضافة للأمور الميدانية أو يلامسوا هموم المواطن أو يكونوا مقاربة من المواطن في ظل كل الشائعات اللي عم تنبث حوله وأيضا بالكوارث اللي حدثت بالسنوات الماضية. أعتقد إذا عدنا إلى الخارطة البرامجية لأي قناة تلفزيونية، يعني خلينا نأخذ مثال الإخبارية السورية مثلا، الآن نتحدث ببرنامج صباحي منوع، بعد قليل سيكون هناك برنامج سياسي، برامج اقتصادية، أفلام وثائقية، فواصل تعبر عن حالات تميز، عن حالات وطنية، عن مواقع سياحية في سوريا أو تاريخية أو أثرية. هناك بعض القنوات خاصة الدراما مثلا أو السورية يقدمون سهرات، يقدمون برامج فنية منوعة. يعني إذا أخذنا هذا أو هذه الخارطة البرامجية أعتقد نصل إلى أننا، يعني الإعلام كما تعلمين هو الأساس منه، عندما أنا أتابع إعلاما أتابعه كي أشبع حاجاتي، فالحاجات المتنامية للأفراد فرضت علينا في قنواتنا التلفزيونية أيضا أن ننوع، أن نزيد من حزمة البرامج كي تشمل جميع الشرائح من جهة، وأيضا كي تغوص في جميع الميادين والمجالات، سواء الاجتماعية، الترفيهية، الاقتصادية، السياسية، وأيضا الوثائقية والإخبارية. كل هذا يقدم وجبة أعتقد دسمة. يعني أنا دائما أتمنى، دائما نحن نقوم بموضوع مراجعة أو قياس الفيدباك أو الأثر الراجع لما نقوم به، كي نرى من يتابعنا كيف، ما هي ملاحظات الناس على مواضيعنا. يعني الإعلام كما تعلمون هو الجسر الفكري الذي يربط بين المواطن وبين المسؤول، هذا أحد الوظائف. مثلا الوظيفة الأخرى التي تحدثنا عنها هي موضوع الهوية الوطنية الجامعة، كيف أحافظ على هذه الهوية، كيف أظهر إعلاميا غنى هذه الهوية، كيف أظهر أيضا الهوية العروبية العربية لسوريا بمعناها الحضاري وليس بمعناها العرقي أو الإثني، وأيضا كيف أظهر هذا التنوع الكبير في مجتمعنا العربي السوري، المجتمع المبدع القادر الولاد الخلاق، أيضا كيف أكون حاضرا في ظل التنافس والازدحام الإعلامي، وأيضا في ظل الفوضى وفي ظل استهداف. يعني أنا عندما تحدثنا في السؤال السابق عن وجود الإعلام السوري، يعني كلنا نعلم كم مرة استهدفت قنواتنا الإعلامية، كم شهيد عندنا، يعني فقط في التلفزيون السوري والإذاعة السورية عندنا حوالي 40 شهيد، عندنا أكثر من 116 جريحا مصابا، بعضهم في حالة شلل كامل، مؤسساتنا المبنى الأساسي للإخبارية السورية دمر بالكامل، مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أكثر من 3 انفجارات في داخل التلفزيون وعلى سور التلفزيون. يعني كل هذا أعتقد هو دليل عافية على أن الإعلام السوري يسير في طريقه الوطني والقومي الصحيح، لذلك هو هدف. أيضا المؤسسات السورية، يعني كي نستذكر، لا يجب أن لا ننسى التاريخ، هي أولى المؤسسات التي تعرضت للعقوبات الغربية ولعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، وأيضا تلتها أوروبا وتلتها بعض الدول الوظيفية، موضوع استهدافنا، إنزالنا على الأقمار، كل هذه أعتقد هي يعني فيك تعتبرية دلائل. في الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب مثلا، نجاح أغلب زملائنا من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اللي ترشحوا بمحافظاتهم، يعني كانوا منذ الاستئناس الحزبي إلى النتائج الحالية كانوا في بين الأسماء الأول التي حصلت على أصوات الناس. يعني أعتقد هذه تفند كذبة أنه الإعلام أو المجتمع السوري لا يثق بالإعلام السوري، أعتقد هذا مؤشر. مثلا عندما ينتخب المواطن السوري الإعلام السوري، ينتخبه أعتقد ليس لأنه الإعلام السوري غير قادر على دفع لا أموال ولا شراء أصوات، هو قائم على سمعته، على عمله، على رسالته، بالتالي اختيار المواطن السوري للإعلام السوري ليكون ممثلا عنه في مجلس الشعب أعتقد دليل آخر على ثقة الناس والمجتمع بإعلامه الوطني. وأكيد هناك هجوم، يعني بعض الزملاء أحيانا يتحسس
بعض الإدارات السابقة كانت تنزعج عندما يكتب شخص أو يتصيد أحدهم ثغرة أو عثرة في برنامج تلفزيوني. أنا أعتقد بالعكس، أنظر إلى أنها دليل على متابعة الأعداء لما نعمل به، دليل أيضا على متابعة الجمهور. يعني من يتصيد العثرات ليس دائما هو عدو، هناك من هم حريصون، هناك من هم يعني يعتمدون في كسب ربح على منصاتهم من خلال هذه الأفلام وهذه العثرات. هي أعتقد أو أنا أنظر إليها على أنها عامل ترويج لبرامجكم، وهي حالة طبيعية، ومن يعمل يخطئ، ولكن الخطأ الأكبر هو أن نبقى أسيرين الآخرين وأن نبقى في موضع الانفعال ورد الفعل. يجب دائما أن نكون مخططين لما نريد أن نصل إليه، واثقين بأنفسنا، قادرين على تطوير ذاتنا بشكل مستمر. الإعلامي ما يميزه قدرته على المتابعة، صدقه في نقل المعلومة. أكيد هناك مشاكل خاصة في موضوع المعلومة وتدفق هذه المعلومة، أكثر شيء نعاني منه مع المسؤولين في سوريا فقدان الآلية الصحيحة لتسلسل المعلومة في الوقت المناسب وفي التوقيت المناسب، وأيضا المعلومة الصحيحة والدقيقة المدعمة بالرقم وهي خادمة للرسالة الإعلامية. أعتقد الإعلام السوري كان هو إعلام المواطن وإعلام الوطن، وكان منبر الحق وصوت الحقيقة وصورة الحقيقة. بالتالي كل هذا من خلاله استطعنا أن نبقى على قريبين من المواطن، يعني نكسب ثقة هذا المواطن. كان هناك ملاحظات يعني على لغة إنشائية في الإعلام السوري، أعتقد تخلصنا إلى حد كبير من هذا التنظير ومن إدخال الرأي في الرسالة الإعلامية. بالتالي أصبحت الرسالة الإعلامية أكثر رشاقة، أكثر تخصصا. كل هذا يساعد على أن نبقى وأن نستمر. وطبعا العمل الإعلامي التلفزيوني بشكل خاص هو عمل فريق، بالتالي الفريق التقني، الفريق الإعداد، فريق الخدمات، فريق الإنتاج، المذيعون والمذيعات، كل فريق واحد يتكامل ليقدم رسالة ناجحة، وأي خلل في هذا الفريق تؤثر على إنتاج هذه الرسالة. بالتالي عندما نتحدث عن إعلام جيد ومؤثر نتحدث عن كوادر تعمل بروح الفريق، وأيضا تعمل لكي تكون خير ممثل وخير حامل للرسالة الوطنية والمجتمعية السورية. أكيد أستاذ حبيب، بالختام ذكرت كلمة جدا مهمة ببداية حديثنا، أنه الشعب السوري هو الجمهور الوفي للشاشة السورية، وهذا الشيء بيحملنا مسؤولية جميعا لنقدر نكون على قدر هذا الوفاء. بدنا نتشكر حضورك لليوم، نرجع نعايدك ونعايد من خلالك جميع العاملين بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. شكرا لحضورك أستاذ حبيب، وكل عام وانت وكل الإعلام السوري بألف خير. شكرا لكم، كل عام أنتم بخير، وكل عام وشعبنا وبلدنا وقائدنا بألف خير. وإن شاء الله الأيام القادمة ستكون أفضل، وبدأت إرهاصات تظهر، وأيضا بدأ الطريق للخروج وإلى الأفضل بات واضحا جدا. وكل عام وأنتم والعاملون في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وأيضا شعبنا السوري وجمهورنا بألف خير. شكرا لك. أما هلا يا رشا رح نروح لغرفة الأخبار لنتعرف على أهم الأحداث السياسية على الساحة المحلية العربية والدولية مع زميلتنا غيداء زيفا. يسعد صباحك يا غيداء. يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين على شاشة الإخبارية السورية وضيوفك ليلى. كل عام والتلفزيون العربي السوري والعاملين فيه بألف خير. مشاهدينا ننتقل إلى موجز لآخر وأهم الأنباء. استقبل الرئيس بشار الأسد كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغري خاجي والوفد المرافق له. وأكد الرئيس الأسد عمق العلاقات بين سوريا وإيران وتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مختلف المجالات.
وخلال استقباله وفد اتحاد المهندسين العرب، أكد الرئيس بشار الأسد على الدور الاجتماعي والتنموي للمنظمات والاتحادات العربية وأهميتها في صناعة حوار فعال داخل المجتمع العربي الذي يتشارك القيم والتطلعات ذاتها. وخلال استقباله وفد اتحاد المهندسين العرب، بيّن الرئيس الأسد أهمية تفعيل الحوار وخاصة الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة عمل الاتحادات العربية على بناء سياسات عملية وإيجاد مشاريع استراتيجية وصولا إلى التنمية الشاملة. وأكد رئيس الأسد أهمية التمسك بالهوية كعامل أساسي في معركة الصمود والذي تجسد لدى الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الإسرائيلي، مشددا على خيار المقاومة ضد مجازر هذا العدو، مضيفا أنه رغم كل الآلام يزداد المجتمع الفلسطيني تماسكا وقوة وإيمان بقضيته في مقابل تفكك مجتمع الكيان الإسرائيلي في مختلف النواحي. في اليوم 91 بعد 200 من العدوان على قطاع غزة، ارتكب الاحتلال مجازر دامية في خان يونس، حيث استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من القطاع. وقصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين. كما قصف طيران الاحتلال منزلا بشارع النفق، ما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين. وجنوب مدينة غزة استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع، كما قصفت قوات الاحتلال منزلا في منطقة الحدبة بدير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين. اقتحمت آليات الاحتلال فجر اليوم مخيم طول كرم وفرضت حصارا مشددا عليه ودمرت البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين. وقامت أكثر من 25 آلية عسكرية باقتحام مخيم طول كرم وشرعت بأعمال تجريف وتخريب البنية التحتية والممتلكات من مركبات ومحال تجارية ووضع ركام الأتربة والحجارة على مداخل المنازل وإغلاق أزقة المخيم بها. العملية العسكرية تركزت في أحياء قاقون والبلاونة وأبو الفول والمدارس عند المدخل الرئيسي الشمالي والمدخل الغربي المحاذي للمقاطعة، في الوقت الذي أطبقت فيه حصارها على كافة مداخله والطرق المؤدية إليه. بموازاة ذلك، اقتحم 100 المستوطنين بلدة كفل حارس شمال سلفيت بحماية مشددة من قوات الاحتلال بحجة أداء طقوسهم وصلواتهم التلمودية في المقامات الإسلامية في البلدة. استهدفت المقاومة اللبنانية موقعين لجنود العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة وحققت إصابات مباشرة فيهما. وقالت المقاومة في بيان إنها استهدفت مبنى يستخدمه جنود العدو في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة أسفرت عن اندلاع النيران فيه. كما استهدفت رجال المقاومة مباني يستخدمها جنود العدو في مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة واندلعت النيران فيها. وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت في وقت سابق 3 مواقع للعدو الإسرائيلي ودمرت جزءا من تجهيزاتها. مشاهدينا، هذا كان كل شيء حتى الساعة. عودة إليك ليلى. شكرا لك يا غيداء، وبقية نهار حلو لك. أما نحن مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي، رح ننتقل اليوم بفقرتنا الثانية مع فنان استطاع أن يغني الحب بمعظم اللغات واللهجات، فكان اللحن والإحساس جواز مروره عبر الأماكن والأزمنة. صور وتواريخ متعددة إلى أزمنة عاصرتها مسيرة الفنان اللي أبدع لحنا وخاطب فيها مختلف الأجيال المتعددة.
اليوم عم نحكي عن الفنان نعيم حمدي، أرشيف من الذاكرة، صور وذكريات من التلفزيون العربي السوري على مر الأعوام. واليوم هذا اليوم رح نروح معه لنقلب بعض صفحات الذاكرة ونسترجع من خلاله أهم المحطات ضمن التلفزيون العربي السوري بذكرى التأسيس. يسعد صباحك أستاذ نعيم. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا بحضرتك. يطول بعمركم إن شاء الله، كل سنة تسالمين كل عام وأنت بألف خير، وبلدنا سالمة ورئيسنا سالم. آمين. سالم يا رب. آمين. الله يرحم شهدائنا يا رب. آمين. الناس بتعيد ميلاد التلفزيون العربي السوري. كنت صغير أنا هيك، كانوا يحطوا التلفزيونات في الشوارع ليطلع الناس كلها، ما كان في تلفزيونات لسه وصلت للبيوت. كنا ليك عمري 4 سنين 6 سنوات 5 سنوات كنت أتذكر هيك. فرجعتني الذاكرة لهذاك الوقت. أوكي. إلى هذا الوقت اللي مش التلفزيون العربي السوري والإعلام السوري بالذات، والمحطات اللي كانت محطة واحدة بعدين صارت محطتين بعدين صاروا 3 4 5 غير المحطات الخاصة. فالحمد لله الإعلام دائما في مثابرة للحداثة وللتطوير ولأخذ المعلومة الطيبة لأي مشاهد وأي مستمع. طبعا أهلا وسهلا فيك أستاذ نعيم. اليوم خلينا نحكي عن ذكرياتك مع التلفزيون السوري، كيف كان البيت والمدرسة لكل الفنانين؟ أنا كان دخلت المبنى عمري 12 سنة وغنيت كورال ورا مطربين مشهورين الله يرحمهم كلهم ماتوا، يعني كنا صغار ويجيبونا من وزارة الثقافة للتلفزيون حتى نغني ورا كورال. يعني هي أنا أول بدايتي دخولي للتلفزيون. بعدين دخلت صار في برامج، كل ما يكون في برامج للأطفال يطلعوني فيها، يعني كنت صغير يعني ما كان جواز عمري 12 سنة. فضليتني مستمر، حسوا في انه في لمسة فنية كذا، استقلت فيها بالدراسة سواء كنت في سوريا درست فيها وزارة ثقافة، كمان كنت في كورال وزارة ثقافة ومع تيسير عقيل. بعدين سافرت لمصر ودرست مع كلودي مونتفردي بيانو، كان استاذي اهم موزع موسيقي في الشرق الأوسط، وزع على فريد الأطرش للموسيقى كلها، ومن كبار فنانين ملحنين عبد الوهاب لعبد الحليم لفريد الأطرش كان أستاذي في التوزيع، علمني. فحس في أني أنا يعني بما يعني ما بيحكي عن حالي أنه في عندي يعني أسلوب أني أنا أوصل لكون فنان معروف يعني نجم شوية. حولي ما نجم لسه كما يجب، ولكن الحمد لله مشيت الطريق ما قصرت فيه انا لا بالنسبه لبلدي سوريا كفنان يعني. فكان من بعد ما درست مع كلودي مونتفردي بيانو توزيع موسيقي، مع فؤاد كمان للموسيقى الشرقيه كمان بعزف عود وشويه ليتل يعني شوي بعزف شويه ليد جيتار ليد يعني، وظليت مسافر. فحسوا فيني، كان في مسابقات عالمية للأغنية العالمية اللي كانت بتصير باليونان وبإيطاليا. فالله أكرمني قدمت أغنية ألحاني أنا، اللي دعمني وقتها كان الله يرحمه أندري رايدر، كان له علاقة عضو عالمي في المهرجانات الدولية خاصة الأغنية العالمية. فقدمت باسم سوريا والحمد لله مرة واثنين باليونان وبإيطاليا مرة وبمصر. رجعت لهون كان في مسابقة لنشيد الدورة العربية الخامسة اللي بنت فيها الملاعب على زمن الراحل الله يرحمه رئيسنا حافظ الأسد رحمة الله عليه. فكان في مسابقة لتلحين نص شعر الأستاذ سليمان عيسى رحمة الله عليه، إنه مين بلحنه أفضل واحد. فكان متسابقين 17 واحد ب76. فالله أكرمني وفزت أنا بالتلحين، هذا التوزيع تلحين هاي تحفز السواعد، كنتوا ظاهر أنتوا ما بتوعوا النشيد هذا. بعد منا عملت أغنية بخمس لغات للدورة العسكرية، كمان حضروها كبار مسؤولين العالم من دول تقريبا بوجود وحضور الراحل الله يرحمه حافظ الأسد، وكان دورة عسكرية للكرة القدم العالمية. قدمت أغنية كمان غنيتها في استاد العباسيين، وي سي ويلكم هابي ويشز تو يو جريت لاست ترو فور مي اند يو ور ايفر يو ويل بي
الشام المنارة بتحب الزوار مع خصر زنارة وزنارة خضار، والشام المنارة شو بتحب الضيف وغني يا جيتارة ويا هلا بالضيف وأهلا وسهلا ويا مرحبا أهلا بالزوار شرفتونا وزاد الهنا بوجودكم يا يعني بمال كلامات ريني ونسيت ويولكم تو أبركات ونصوم زغو أبك ليزمي على تيضم شانو لزامو بالفرنسي كمان ترحيبية بالدول المشاركة كانت بريطانيا ألمانيا إنجلترا اليونان العراق الكويت سوريا هاي دورة عسكرية من دول كانت صارت عنها فكانت كمان لمسة جيدة حول أني أنا عرفت شو لازم أقدم لخدمة إعلامنا ونعرف العالم الآخرين أنه سوريا عندها فن وترحب بتعرف كيف ترحب بي 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 بأي بأي وفد جاي من برا أو أي صديق جاي من برا من دول أخرى بين الأغنيين زاعت فترات واخدت صيت كتير وقتها مع الطلب صار الطلاب كلهم يغنوها دارت الأيام كان في مسابقة لأغنية دور الأولمبية في اللاذقية ما بعرف هي أكيد تتذكروا وما كان ما كان عمركم لذاك العمر ما شاء الله عليكم لساتكم صبايا صغار يعني شكرا في 27 بس عند الأغنية إذا أنا من 87 صار لها 37 سنة ما نحكي عن دورة ألعاب المتوسط ألعاب المتوسط كأني هلا عم ألحنها وكأني هلا عم أغنيها نعم فلقيت غيري يعني تقدم تقريبا شي 35 أغنية فلقيت غيري عم يقدم يعني مو لطابع الأولمبياد أنت يعني عم يقدموا أغاني باللغة العربية وكذا وأنا عرفت إنه بحر المتوسط لأن كل دول المتوسط بكافة لغاته وأكثر لغة دارجة بالعالم يعني الإنجليزي الفرنسي ما هيك ما هيك بعتقد هذا يعني العربي ما يعني بس أنا شلون بدي أوصل الرسالة شلون بدي رحب بكل الدول اللي مشاركة بالألعاب الأولمبية في اللاذقية فكلفت شاعر الله يرحمه اسمه حسن أصفهاني بالإنجليزي وكتب بالفرنسي طبعا في ناس انا مفورا بسجلها يعني بجيب يشرفوا ناس باللغات صاحبين لغه بيحكوا بالفرنسي وبيحكوا صحيح بيحكي انجليزي وبيحكي كم لغه كم كلام لكن بجيب ناس تشرف على اللي انا بدي غني وشلون بدي غني فانا انفردت بجو ثاني اني قدمت اغنيه بدل ما اقول اهلا وسهلا ومرحبا واهلين شرفتونا ونورتوا اللاذقية ونورتوا بلدنا بالكلام هذا الكلام مستهلك ما حيفهموني فعملنا سيريا لاند اند بيوتي اند هابي دايز من الاغاني هي كذا عملناها بالانجليزي بالعربي بالفرنسي والحمد لله وقتها فزت وانشهرت الاغنيه بوقت الراحل عدنان بوزو رحمه الله كان كل ما قال لك مزمار الحي لا يطرب لا متذكر الكلام يقولون اي والله نعم اي والله بكتب بال 76 طلعني بنشره الاخبار كان في فقره بنشره الاخبار فقره رياضيه بيحكوا عن الرياضه والمباريات العالميه والعربيه فكان يسعدنا ان نرحب بالشاب الفنان نعيم حمدي الذي يقولون ان زامر الحي لا يطرب ولكن الفنان نعيم حمدي اطربنا وقد نجح بتلحيني وفوزي باغنيه تحفز السواد ثاني مره بالدوره العسكريه ويسي ولكا آخر مرة كمان بالأخبار طلعني كان معه مريم يمق كمان تقدم شاركه في التقديم كمان قالوا بالضبط أنه يقولون أن الزامر الحي لا يطرب ولكن الفنان حمدي أطربنا وقد فاز بتلحيني والتوزيع أغنية دورة العالمية دورة المتوسط اللي أقيمت في اللاذقية من كلامك أستاذ نعيم اليوم كان في حالة دعم جدا جميلة من التلفزيون العربي السوري إن كان لحضرتك أو للفنانين خلينا نحكي اليوم أو بهداك الوقت عن الدعم اللي تقدم لكم لحتى تمثلوا سوريا بالشكل الصح أنا ما كنت أسأل عن الدعم المادي خلينا معنوي خلينا معنوي أنا معنوي إعلامي كل شيء بهم سوريا صدقيني صدقا وشرفا افكر فيه عن غيري ما بفكر شلون بدي اعمل اكون مميز نوصل رسالة من سوريا كوني عربي سوري للخارج هلا لحنت انا الكوري 13 اغنية بالكوري الحاني وتوزيع الموسيقي وغنائي وعندي 8 جوائز ابداع اول في كوريا غنيت امام زعماء العالم كله بالعربي وايضا بالكوري حتى ارفع اسم سوريا برا شوف بس شوف العلم تبعنا مرفوع ببلاد برا وانا مشارك المره انا احس
بروحانيه، بحس بسعاده كبيره كثيره. انا دمعتي بتنزل اني بشوف اني انا قدرت اوصل لهالمهرجان هذا، خاصه باليونان كمان لما لقيت عنا بسوريا مرفوع باثينا مع كبار نجوم العالم. كبار نجوم العالم كانوا جيست ارتست، يعني ضيوف شرف، لكن انا كنت سابق. وتذكر منهم كان في اثنين مطربين الله يرحم الاثنين، من ضمنهم سامي كلارك الله يرحمه، كان يشارك معي بعده مهرجان دوليه. ف يعني كان معنا مين؟ ميراي ماتيوك، ليتل توني، جون هيليداي، ديميس روسيس، انجل بيرت، يعني نجوم العالم كانوا. فلما بتنذكر اسم سوريا بهيك مهرجان وعلم سوريا مرفوع ضمن الاعلام هي، يعني بحس اني انا قدرت اوصل للشيء اللي انا افكر فيه، وخدمه مو بس لبلدي، خدمه لالي الناس تعرف انه نعيم حمدي شو عمل بتاريخه الفني. استاذ نعيم، برصيدك العديد من الاعمال بمختلف المناسبات، يمكن لاعمار مختلفه، وخصوصا كان في اكثر من 40 عمل فيما يخص الاطفال، خلينا نحكي عن هي التجربه. اطفال، معظم الشركات كانت شركات غير سوريه، شركات خليجيه. مجلس التعاون عملت تقريبا شيء 33 اغنيه اغاني الاطفال، عملت هون اغاني الاطفال كمان. للاسف الشديد ما عاد في عندنا برنامج اطفال هون واغاني للاطفال، يعني ما بقول انه في تقصير، ممكن اختلف الوضع، وكان صار الطالب الصغير يعني يتلقى هذا الشيء بالمدرسه اللي وقعت فيها، بس لابد كمان بدنا نكون في برامج للاطفال ضروري. عندي اغاني اطفال كثير، واغاني حتى تصور يعني اعطوني الله يذكره بالخير، يعني شركه اعطتني لاول شيء 6 اغاني، فلحنتهم وقدمتهم كل شيء، ردوا اعطوني 6 تانية، ردوا اعطوني 6، ما في الا يعطوني 6، قلت له طب شو ما في غيري؟ قال له للمدير المونتاج كان فيصل مرعي الله يذكره الخير، كان عندنا بالتلفزيون كمان موظف فيصل مرعي، فقال لي نايم حبوا الحانك، حبوا يعني البساطه فيها اكثر من غيرك من ناحيه، فهيك الله وفقني. كمان ما تنسي ان انا يعني ايه بحكي عن حالي، لابد من احيانا الواحد انه وصل لمرحله شو عمل بحياته انه يحكي عن حاله كمان. هذا تعبك استاذ بالنهايه وسعي لليوم لحتى يكون اسمك يعني محفور بذاكره اجيال. يخلي لي عمرك، يخلي لي عمرك ويوفقك يا رب ويوفقك. هلا انا شو اللي فكرت فيه، انا من سنه 76 اني اعمل اغاني فيديو كليب، يعني اول اغاني، هلا كثير قالوا انه انا مني اغاني فيديو كليب، عيب اني كذبهم كذا، بس الناس كلها بتعرف اول اغاني فيديو كليب بال 76 هي اغنيه ما رحنا ومشينا، هي كانت اخراج عماد اليافي الله يطول بعمره، التصوير المبدع وحازم بياع، كلهم كانوا موظفين عندنا بالتلفزيون واشتغلوا. بعدين عملنا طعميتك بايدي عسل ولوز، قلت لك وحياه اولادي الزوج انت على قلبي بتكون بتريدي بعطيك عيوني، يعني اغاني اجتماعيه اسروي، صاروا يسموني انا المطرب الاسروي. كمان فيديو كليب دنيا غريبه، انا وحبيبه الشام وصورتها، كله هذا على حسابي بلبنان وصورتها هون، يعني كنت فكر اني اعمل جانب الاغاني العاطفيه والرومانسيه اني اعمل شيء يخدم شيء اسمه وطن، يخدم شيء اسمه وطني، حتى المسؤولين يعرفوا اني انا عملت شيء مغاير لاي اي اي فنان اخر. يعني شو اللي خلاني هلا انا اخر اغنيه عندي اغنيه روسيه لتمثيل الصداقه بيننا وبين الدول الثانيه، اغنيه بالروسي تمثيل الصداقة بيننا وبين روسيا، عرفتي؟ يعني هي ما بننسى نحن، والسوريين بالذات يعني وأوفياء لدول تانية ساعدتهم ووقفوا معهم أثناء الحروب أثناء النكسة والدابد، يعني وقفوا معنا بكل شيء. طيب أستاذ نعيم، فلازم الواحد يرد هذا، اذا ما رد سياسي يعني مو بس سياسيا، رد رد فنيا كمان. اكيد اليوم خلينا هيك نسترجع معك التعاون ما بين حضرتك وما بين الفنان دريد لحامه، هو قامه يعني اليوم اللي عم نحكي عن دريد لحام. مو بس استاذي، انا بعطي عيوني لانه ذاكرة. انسان انا علاقتي معه من سنه 71، اول مهرجان دولي طلعت مثلت في سوريا باليونان، فقال لي تعال عندي على البيت، رحت لعنده على البيت، كان نقيب فنانين وقتها، فقال لي سمين اللحن، فسمعت الاغنيه انا عنده على البيانو، فهو ساعدني وكذا، اعطاني
يعني عيب انه اكراميه وحكى مع وزير الثقافه كمان يكرموني، فطلعت على اليونان بس كذا ورجعت بشرف كبير يعني. مره ثانيه صار لي كان لي شرف كبير معه اني اشتغلت معه بكاسك يا وطن كمان. بعد وفاه الراحل الله يرحمه سمير حلمي الفنان. الله يرحمه. فقال لي نايم ممكن تتعاون معنا، قلت له لي الشرف الكبير. فسافرنا لبلاد كثير انا وياه، بعدين عملنا مهرجان الاغنيه السوريه. اللي صار في حلب كان كل سنة فيه. قدمت المشروع هذا وتوافى عليه وكان هو مدير المهرجان وأنا كنت معاونه مدير التنسيق والمتابعة، وعملنا أغاني بتطير اللعب لكل مطربين الجداد والقدامى. كمان تعاونت معه لمدة 4-5 سنوات، تعاونت معه بمسرحيات شقائق النعمان بالأغاني والتنفيذ الأغاني أنا وشاكر بريخان الله يرحمه وحسام تحسين بيك الله يطول بعمره. وبعدين سافرنا كثير بلاد، ثاني كل شيء علاقه وديه وعائليه انا وياه، فلقيته مره عم يقول لي بدك تعمل موسيقى تصويريه لعوده غبار. صحيح. فانا حسيت حالي اني اقل قيمه من اللي هو بذهنه. قلت له لا دور على غيري، قال لي اسكت وكذا شوف المسلسل وقرا النص، شوف المسلسل نعطيك اول 10 حلقات حط عليه موسيقى. فلقيت في اغاني كمان تلحنت ولحنت الاغاني كمان انا وحسام تحسين بيك ونجحت. ايه والاغاني حلوه كانت، وهذا كان اخر عمل بيني وبين الاستاذ دوريد لحام، لكن لحد هذه اللحظه من فضل رب العالمين والشرف الكبير دائما علاقتي معه عائليا لحد الان بحسه اخ كبير واستاذ وفنان كبير عظيم، والله يوفقه ويعطيه لهم جاه ربي. أكيد أستاذ نعيم تاريخ حافل من الإنجازات على مر مسيرتك الفنية، أكيد بدنا نشكر حضورك معنا وبدنا نعايدك كل عام وأنت بخير، ومن خلالك كل عام وكل الفنانين السوريين بألف خير، فنانين أيضا الزمن الجميل. الزمن الجميل حلو كتير، إن شاء الله ينعاد إن شاء الله بما تركوه من إرث ورثة، لأننا نحن ورث، أنا تورثت الفن من قبل مني. أتمنى الفنانين الجدد كمان يعني ياخذوا منا يعني شو كنا نعمل اغاني، اغاني لها هدف لها معنى، يعني مو اي اغنيه طبل وزمر وكذا. انا ما التزمت بلون معين، انا عملت تشكيله حسب النص الكلامي بقدر افكر فيه ليله وليلتين وشهر وشهرين حتى اعرف كيف بدي لحن هذه الاغنيه واقدمها للناس، ما تاذي الناس، تعدل مزاج الناس ويكون الناس مبسوطين. كل سنه وانتم سالمين، كل زملائنا الفنانين الله يسلمهم، وإن شاء الله الموظفين وإخواننا كلياتهم لعلاقة طويلة بيني وبينهم، المذيعات ومقدمي برامج ووزراء ومدراء عامين ومدراء قنوات، الله يديم عليهم الصحة والعافية، يا رب تنعاد بلدنا على أحسن وأحسن بجاه رب العالمين، ويديم الحبة بيناتنا. آمين. يطول بعمركم يا رب العالمين، وتحية لإخواننا كمان في الجيش العربي السوري، وتحية كبيرة للسيد الرئيس بشار. الله يطولنا بعمره يا رب ويديم هالبلد والمحبه بيننا وبين بعض. امين يا رب استاذ نعيم، بسطنا اليوم بهالذاكره الجميله يلي رجعنا من خلالها هيك لايام اشتقنا الى ضمن التحديات والظروف اللي عم نعيشها، اهلا وسهلا بحضرتك نورت صباحنا. تسلموا يا رب. نحن مكملين بصباحنا، ولكن خلونا نروح لحلب وللمركز الاذاعي والتلفزيوني بحلب لنشوفك اليوم الاجواء بمناسبه عيد التلفزيون العربي السوري وزميلنا وليد هنايا. خلال مسيرته الطويلة قدم التلفزيون العربي السوري العديد من الأعمال والسهرات واللقاءات مع كبار الشخصيات السياسية والثقافية والفنية ليشكل ذاكرة حقيقية من السوريين والعرب. عام وانتم بخير، ودائما تكون دمشق بخير، وان شاء الله دائما هنا دمشق، ومن حلب نقول هنا دمشق. حقيقة عندما نستذكر المسيرة، مسيرة التلفزيون هي مسيرة حافلة بالعطاء. نحن الإعلام السوري عبر مسيرته الطويلة تعرض لكثير من المضايقات، لكثير من العقوبات، لكثير من الحصار، حتى على مستوى المعدات الهندسية وحتى على مستوى التأهيل والتدريب. فدائما ميزة الإعلام السوري يقبل التحدي، بمعنى دائما لا يستسلم، دائما يبحث عن الجديد، دائما يسعى إلى تطوير ذاته. تغيب الدراما بكل أشكالها ورياضة عن الشاشة السورية، حتى برامج الأطفال كان لها حيزا على الشاشة، فكان بحق
تلفزيون الأسرة. العام أنتم بخير لكل كادر التلفزيون العربي السوري ولشعبنا السوري ولقائدنا ولجيشنا وكلهم، نقول لهم كل عام وأنتم بخير ونحن مستمرين بعملنا وإن شاء الله النصر. يعني كنا تقريبا، أنا قلت رأيك سابقا أنه كان بده نهضة أكثر من هيك، فأجت الأزمة بدل ما كسرت ظهرنا قوتنا أكثر، والحمد لله رب العالمين. هذا الشيء كتير كويس للبلد، وبتمنى أنه نحن يعني أنهينا مسيرتنا تقريبا، ضل الشباب الجديد والدم الجديد يتكمل المسيرة والله يوفق. هنا دمشق عبارة أعلنت انطلاقة التلفزيون، وبدأ أول إرسال تلفزيوني سوري منذ 64 عاما، واستمرت هنا دمشق تؤكد إلى يومنا هذا نبض الكلمة وقوتها وحضورها. الإعلام السوري كان رديفا إلى جانب الجيش العربي السوري في تلك الحرب الكونية التي شنت على البلاد، تلك الحرب التي استهدفت البشر والحجر واستهدفت مؤسسات الدولة، فكان الصحفي في خندق واحد إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري. من أروقة التلفزيون العربي السوري خرج مئات المعدين والمعدات والمذيعين والمذيعات والفنيين الذين عملوا ويعملون في مؤسسات إعلامية عربية وعالمية بكل كفاءة واقتدار، فكان مدرسة خرجت أهم الخبرات والكفاءات. لجميع كوادر التلفزيون العربي السوري كل عام وأنتم بخير، ودام هذا البث بالصوت والصورة إلى جمهوره في كل مكان. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب. ومن حلب إلى اللاذقية وجولة في المركز الإذاعي مع زميلنا مصطفى خضور، من تابع سوا. النجاح عنوانه الاستمرار. منذ انطلاق دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية يقدم العمل الإعلامي في كافة أوجهه من تغطيات وأعمال درامية. أكبر المراكز الإعلامية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عبر قناتي أوغاريت وإذاعة أمواج اف ام. مسيرة عطاء يعني استمرت لأكثر من 64 عاما، قدم خلالها الزملاء في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومنها المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية الكثير. يعني هنا المركز منذ عام 1987 كانت انطلاقته حقيقة مع انطلاقة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. يعني مسيرة العطاء استمرت حتى الآن عبر تخديم كل الوسائل الإعلامية العاملة هنا في دمشق من اللاذقية، إضافة إلى قناة أوغاريت وإذاعة أمواج. يعني هناك جهود كبيرة وجبارة تبذل حقيقة من جميع الزملاء. خلية عمل يومية في المركز الإذاعي والتلفزيوني لإنتاج المواد اللازمة لتقديم الواقع بصورته الحقيقية. جميع الزملاء هنا في المركز عملوا بجهد طوال الفترة الماضية، هناك مشاريع كبيرة تقدم حقيقة، ولا نزال نعمل على خطة قادمة طبعا لتطوير عمل المركز، إضافة لتطوير الخطة البرامجية إن صح التعبير أيضا لقناة أوغاريت وإذاعة أمواج. لابد من التذكير يعني بفريق النقل الخارجي الذين نعتز بهم من خلال عملهم حقيقة على مساحة الجغرافيا السورية من محافظة إلى أخرى. يعني هناك مسيرة عطاء حقيقة استمرت منذ عام 1987 واستمرت حتى الآن. بالنهاية كل التحايا، كل الحب، وكل عام وجميع الزملاء العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هم بألف خير. يبقى المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية أحد أهم الصروح الإعلامية في المحافظة إلى جانب الصحافة المكتوبة، ويبقى هاجس كوادره العمل في خدمة المواطن. أكيد تحية لكل الكوادر العاملة بجميع المراكز الإذاعية بالمحافظات السورية، يعطيكم ألف عافية، ونحن أكيد بدنا نعايدكم كل عام وأنتم بألف خير. أما هلأ حنروح هيك لمحطة ونهاية صباحنا لليوم، واليوم نحن بنعرف أنه أسرة الإعلام عم تحتفل بذكرى مميزة جدا بتجسد جزء من لا يتجزأ من التاريخ الثقافي والاجتماعي، واليوم التلفزيون السوري عم يحيي عيد التلفزيون ليكون رمز للإبداع والحنين بزمن للأسف شهد تحولات كتير كبيرة. خلينا نقول
أنه منذ انطلاقة الأولى للتلفزيون العربي السوري كان في خطة ورسالة واضحة بتشكل الوعي الجماهيري. أكيد يا رشا، واليوم عم نسترجع تاريخ حافل بالبرامج المميزة ونتأمل المراحل اللي مر فيها التلفزيون السوري رغم كل التحديات والإنجازات أيضا للتلفزيون السوري. بسرنا نرحب بالأستاذ الإعلامي القدير سعد القاسم. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. يسعد صباحك وإن الله سلام. كل عام بخير سعد. أهلا وسهلا بحضرتك. أنتم كل عاملين بالقناة. اليوم هيك من خلالك خلينا نرجع لذكريات محطات بالتلفزيون العربي السوري. من وين نبدأ؟ من وين ما بدك. اليوم يعني أرشيف وحضرتك يعني ابن الهيئة. هلا هي التلفزيون طبعا المحطة الأولى هي المحطة الأهم كانت، لأنه التلفزيون السوري هو ثاني تلفزيون بالمنطقة بعد التلفزيون العراقي. هو نشأ نتيجة الظرف السياسي العام. يعني لما صار عدوان ثلاثي على مصر صار في حاجة بمصر أن يسووا تلفزيون ليقدروا يردوا على الإعلام البريطاني اللي كان عم يشوه صورة مصر والثورة المصرية ووضع الشعب المصري. نفس الوقت كان في حالة اندفاع شعبي تجاه الوحدة مع مصر بسوريا بسبب 56، بسبب الأخطار الخارجية كانت بتحيط بسوريا. فلما بدت مراحل تأسيس التلفزيون تكتمل تجهيز كانت صارت الوحدة بين سوريا ومصر، فتأسسوا مع بعض التلفزيونين. التلفزيون السوري اعتمد بشكل أساسي على كوادر الإذاعة السورية المذيعين المتميزين بالإذاعة السورية، مروان شاهين وسامي جان وغيرهم. تم أيضا أعدادهم كمذيعين تلفزيونيين، كلف الدكتور صباح قباني الدبلوماسي الكبير والعريق بإدارة التلفزيون، وانطلق التلفزيون السوري وبدأ البث بذات اللحظة مع التلفزيون المصري. كان اسمه التلفزيون العربي ودمشق، ما كان اسمه التلفزيون السوري. البداية كانت بداية يعني يمكن نستعمل تعبير شجاعة كتير، يعني بإمكانيات قليلة، ما كان في أجهزة تسجيل، استوديو صغير بقاسون يمكن مو أكبر من الاستوديو، هي كل محطة كلها كانت يعني. الاستوديو كانت تتبدل فيه كل البرامج على الهواء مباشرة، ما في شيء حتى التمثيليات، يعني التمثيلية ما كان في تسجيل أو ما كان في مونتاج، خطأ غير مسموح بوقتها. أي خطأ إذا بصير بالدقيقة الأخيرة بالتمثيلية تعاد كاملة، لأنه ما كان في أجهزة مونتاج لسواتها. بس كان في حماس وكان في شغف وكان في رغبة بصنع شيء متميز، وهذا فعلا سواه التلفزيون السوري من بدايته. المحطات كتير اجت بعدها، يعني انتقاله من قاسون لساحة أمويين كانت مرحلة كتير مهمة، يعني ريحت العاملين، خلقت فرص أوسع للعمل، استديوهات أكبر، أجهزة فنية أكثر. بعدين بالتتالي طلعت القناة الثانية، بعدين القناة الفضائية، قناة الدراما، قناة نور الشام، يعني كان عم بتوسع على التلفزيون، بس كلياته بهالإمكانيات يعني المتواضعة ما شونه. يعني قناة مثلا دراما قامت على تجهيزات القناة الثانية اللي هي جزء من تجهيزات القناة الأولى الملغاة. نعم. كان دائما في تحديات واجهت التلفزيون، بس في شيء قدر يحافظ عليه دائما هو أنه المستوى اللائق لبرامجه وما يقدمه، مثل ما نقول إحنا أنه هو موجه دائما للعائلة كاملة. من وقت ما بدأت برامجه كانت العائلة هي هدفه، تقديم بما يليق بها، بما يتناسب مع الحالة الأخلاقية والتربوية ومع المفاهيم الاجتماعية في بلدينا. تمام. حضرتك أستاذ شغلت منصب مدير القناة الفضائية السورية وأيضا قناة الدراما، تحكي لنا عن هاي التجربة وأيضا تجربتك الشخصية اللي تنقلت فيها ضمن التلفزيون. هلأ أنا بديت بالإعلام صحيفة الثورة، يعني بديت من وقت ما تخرجت من كلية فنون جميلة سنة 81، رحت على جريدة الثورة، بعدين بعد فترة يعني بعد حوالي 10 سنوات استلمت القسم الثقافي فيها. هلا هاي الفترة اللي اشتغلت فيها بقسم ثقافي تقريبا لفت الانتباه لشغل الصفحة، صار في اهتمام، فطلبني وزير الإعلام بعد خبرين كانوا مهمين نزلوا، يعني صاروا اهتمام بالبلد، وخبرين انه بده يسلمني مجلة إذاعة وتلفزيون. هي كان مجلة وزير الإعلام الدكتور محمد سلمان. طبعا بالنسبة لي كانت صدمة، لأني كنت كثير حابب العمل بقسم الثقافي وما كنت المجال اللي أحبه، يعني فنون ما كنت أحبها يعني حتى من فنون،
فهو لقط الشيء اللي نحن لما أسسناها المجلة كان منها مجلة ثقافية فنية كل أسف راحت باتجاه تاني باتجاه الخفة. ضليت في فنون 9 سنوات كمان بدون مقدمات، يعني طلب لي أستاذ عدنان عمران كان وزير إعلام طلبني على المكتب وقعد حكى معي بأنه كيف شو بتحتاج المجلة كيف ممكن تطورها. أعطيته تصوراتي، ختم الحديث أنه إذا احتجناك بمكان تاني فينا نتوقع نفس النتائج. تو ما بعرف المكان تاني بس الشيء اللي بعدك أني حاول أتعرف عليه بسرعة وأقدم كل شيء بقدره. بعد أسبوع اتصل فيني خبرني بارك لي بالقناة الفضائية. هي كانت تجربة كتير مهمة بالنسبة لي، كانت القناة الفضائية أولا القناة الفضائية كانت يعني الأكثر حياة بالتلفزيون السوري، كانت جديدة، قناة جديدة حط لها إمكانيات كتير كويسة. مع أنه مثلا عندها استوديو صغير كتير يعني أصغر من هون، بس كان في شباب كتير عندهم حماس عندهم رغبة بالتجديد في عندهم ابتكار. خلال سنة ونص سوينا كتير شغلات مهمة أنا بتصور وقتها، يعني مو أنا يعني الفريق العامل. بعدها نقلت على القناة الأولى وبالخبر الرسمي لوزارة الإعلام أنه مشان تطوير القناة الأولى مشان تحقيق نجاحات. طبعا أنا آسف عم بحكي بصيغة بس أنتوا سألتوني. بعد 6 أشهر رجعت لمجلة فنون مرة ثانية، قعدت فيها 3 سنين. صدمت مع أحد المدراء العامين صدام حاد، فأخذت استراحة قصرية بالبيت حوالي سنة. بنفس الزمن المدير العام رجعت معاون مدير إنتاج تلفزيوني موقع. مع التغييرات استلمت قناة الدراما وظليت موجود فيها لوقت ما تقاعدت. طيب خلينا نرجع للبرامج اللي كانت موجودة بوقتها، يعني احنا اليوم عم نحاول من خلال ضيوفنا نعزز هذا اليوم المميز بذكرى التأسيس. بهذاك الوقت كان في برامج عن جد كانت استثنائية ومميزة برغم انه كانت الإمكانيات يعني محدودة، شو بتتذكر استاذ سعد؟ على البدايات كان واحد من أهم البرامج اللي طلع بالتلفزيون السوري هو البرنامج اللي قدم دريد لحام لأول مرة، كان اسمه العائلة السعيدة، أخرجه خلدون مالح. وخلدون مالح بالمناسبة هو أول مذيع تلفزيوني سوري بالمعنى الحرفي، يعني هو طلع على التلفزيون قبل ما يكون في تلفزيون بسوريا. بجناء أثناء معرض دمشق الدولي كان في تجربة محطة بث صغيرة فكان هو المذيع. خلدون مالح سوى 4 سهرات اسمهم الإجازة السعيدة، كانوا هنا المزيج بين المنوعات وبين الدراما. كل أسف أنه ما موجودين، يعني من الأشياء اللي ما كان في إمكانية تسجيلها بس محفوظة بذاكرة الجيل الأول كلياتهم. بعدين طوره هو البرنامج الثاني سماه سهرة دمشق، كان كمان حلقات أسبوعية امتدة لأكثر من عام. في برنامج كان كتير مهم، نادي الأطفال كانت تسويه السيدة هيام طباع، كان برنامج يعني شاهدوه حتى الكبار. كان فيه شخصية دمية اسمه ديبو الفهمان، صار شخصية يعني كتير مشهورة يعني مثل ما بنقال على غوارته وشي. في كان الأستاذ مروان شاهين الله يرحمه اللي صار بعد فترة هو مدير برامج، هو كان عنده برنامج حوارات ثقافية وهو أول من قدم للثقافة السورية فاتح مدرس لؤي كيالي الفنانين اللي كانوا راجعين هلأ من الدراسة من إيطاليا. في السيدة نادية غزي كان في عنده برنامج البيت السعيد، أيضا كان برنامج مشاهد من الجميع مع أنه لأنه يتوجه للأسرة لا يتوجه فقط للسيدات، كانت تلتقي فيه بأشخاص مختلفين. في برامج كانت الغنائية دائما. بالمراحل بعدها صار في برنامج هو الذي كاد يدخل جينيتس وهو برنامج من الألف إلى الياء معروف للمرحوم محمود خاني، مو عفوا المرحوم وفاء الخاني. هذا برنامج أطول برنامج كان بالتلفزيون السوري وكان برنامج يعني بثبت الجمهور دائما على الشاشة. في برنامج ثاني قدمه كمان الله يرحمه البجيرمي طرقت من العالم. تخيل يا رعاك الله، تخيل يعني هي الجملة المشهورة لهلأ بذاكرة كل حدا فينا. أنا افترضت أنكم صبايا صغار ما يعني ماشي مو ملحقينه أرشيف إحنا بنرجع. طبعا هذا البرنامج كمان كان برنامج مشاهدة كتير. في برنامج رغم انه كان هو ضمن برامج المنظمات الشعبية بس هو كان برنامج كتير متابع، هو الايدي الماهرة. هذا الوحيد بين برامج المنظمات الشعبية اللي قدر يطلع عن الاطار البيروقراطي والرسمي انه يدخل للمهنة نفسها.
فكان التقى كان سوي بشار مصري زاده وكان التقى في كل حلقه باحد حرفيين المهرة وبيتم من خلاله التعريف على حرفين. واحد البرامج كثير يعني كمان بمراحل لاحقه قدمت ارضنا الخضراء. ارضنا الخضراء كان لا بجانب ثاني ما كثير كان ارضنا الخضراء مشكلته انه دخل يعني كانت عم يخاطب شريحه هي عمليه ما عم تشوفه انه هي اشكالات التلفزيون بعدين واجهها انه مع المنظمات انه يعني دائما ادارات التلفزيون انه نحن ما نكون في برامج المنظمات بس تكون لشرائح المنظمات صحيح. مثل ما حكيت عن الايدي الماهره في برنامج كان كثير مهم سواه الفنان نحات وناقد غازي عانا اسمه رواق الفنون كمان هذا مرحله متاخره. هذا البرنامج هو ارشيف للفن التشكيلي السوري فعلا. في برنامج باهي تمزيجيان كمان لغه العالم الموسيقى. في كان برنامج السيده عواطف حفار اسماعيل يمكن صعب كثير اتذكر كل البرامج بس كان دائما في هاي الحاله للبرامج اللي هي بتراعي اذواق المختلفه وهي كلها على سويه ثقافيه عاليه. بيقولونا بالكنترول غدا نلتقي كان في اذا غدا نلتقي مرحلة ما حدا ينام قبل ما يشوفه صح تماما ننتظر اخر اغنيه كانت العالم تشوف شو بده يطلع اخر اغنيه الرجال يستنوا اخر رقصه هي فعليا كان فيه هو برنامج يمكن فواز جابر سواه وقتها ما بتذكر مين بس سواه كثير برشاقه فهو هذا كان برنامج وهو ظل موجود بالقناه الاولى بعد ما صارت الفضائيه يعني من البرامج استمرت ميزته كان البرنامج انه هو يعني بيعطي جرعه خفيفه لطيفه قبل النوم بالإضافة لهذا الشيء كانت ساعات البث محدودة بهذاك الوقت مع ذلك استطاع اليوم التلفزيون أنه بهي الفترة يستقطب فئة كبيرة من المشاهدين خلينا نحكي شوي عن هذا الجانب هلأ أول ما بدأ الإرسال كان إرسال يومي ساعة ونص فقط ساعة ونص بعدين بدأ يتطور شوي شوي هلأ في عوامل يعني مشان كمان نحن نكون محايدين مثلا بدمشق ما كان في غير تلفزيون السوري وحتى كان تلفزيون دمشق فعليا يعني التلفزيون السوري بالستينات ما كان يغطي اكثر من جغرافيا اكثر من دمشق. الفضائي بعدين نفسه التلفزيون القناه الاولى بعد تطور الاجهزه صارت تغطي لبنان جنوب تركيا شرق العراق حتى شمال المملكه العربيه السعوديه الاردن كامله. يعني حتى هذا بتذكر الحوار كنا مره عم نتحاور كنا بنقدم حفله ببصره لفرقه اوركسترا ايطاليه. فعم نطلب منهم نحن انه طيب انه الشروط كيف انه هن انه مشاركين بالانتاج بشكل اساسي فعم بيحددوا لنا شو شروط العرض قلنا لهم نعرض على القناه الاولى فاعطونا المعلومه نفسها اللي بيعرفوها انه القناه الاولى تبعكم بتغطي كل المنطقه كل ما كان عم بتسع مساحه الارسال كل ما كانت عم تعطي فرص لبرامج اضافيه طبعا الفضائيه كانت هي المرحله يعني مفصل مهم لما كنا بنحكي عن المفاصل المحطات هي محطه مفصل كثير مهم لانه ترافقت مع دخول الالوان للتلفزيون العربي السوري وتوجهت للعالم كله يعني حيث يوجد يعني في بكل بقاع العالم في مغتربين سوريين كانوا شغوفين ليشوفوها وكان دائما التلفزيون يتلقى اتصالاتهم واقتراحاتهم وكثير برامج توجهت أساساً وكثير برامج تعدل أوقاتها حسب المناطق لأن بدأت الفضائية كانت مراعية الموضوع أنها تعطي تعيد البرنامج وأي مرتين بشكل أنه أي واحد بأي محل بالعالم يقدر يشوفه طيب أستاذ سعد اليوم في استحام للفضائيات وفي اليوم في تحديات كثير كبيرة ليبقى التلفزيون العربي السوري محافظ على هذا المستوى اللي خلينا نقول حصيلة التعب اللي بلش فيه ضمن الإمكانيات اللي بنقول عنها كان جدا بسيطة اليوم برأيك شو أهم الأساسيات المفروض أنه تكون موجودة ليبقى متواجد ضمن كل هالاستحام هلأ هو ميزة الأساسية نحن اللي عم نحتفل فيها أنه تلفزيون سوري كله هوية كله هوية واضحة اعتمد من البداية على برامج واعتمد على أعماله الدرامية اللي أسست فعليا لنهضة الدراما السورية وانتشارها العربي عنده كثير مقومات وعنده تراكم خبرة موجودة ضمن الأجيال يعني حتى في فينا نقول لو أن ما أنا واضحة في مدرسة بالإلقاء الإذاعي يعني في فترة كنت بتسمع المذيع بدون ما تطلع أنت على الشاشة تعرفي أنه هذا التلفزيون السوري هل هو بتتميز بالرصانة تميز باللغة السليمة والإلقاء الصحيح والإلقاء الدافئ يعني المذيع بيقرأ الخبر كأنه هو كاتبه
يعني مو انه واحد عم يقرا ويتفاجئ مثلا هي جمله شويه وبيسال. هذا جنب. الجنب الثاني انه كان دائما التلفزيون هي الشغله اللي قلت عنها قبل شوي في حادثه يعني دائما اولى بالقناه الدراما نحن كنا ننقل بعد كانت القناه الثانيه توقف الظهر فنحن نحمل ارسال قناه الدراما على القناه الثانيه. بعد فتره صرت نشكي من شغله انه القناه الثانيه ما بتنتهي دائما بنفس الوقت. احيانا بيكون عنده نقل مباراه عم فصرنا نشعر انه النقل ما عم بيكون انيق ما عم بيكون منتظم يعني ممكن ننقل بنص مسلسل. فاقترحت وقتها انه نوقف النقل على القناه الثانيه. طبعا تفاجئنا كلياتنا بحجم الاتصالات اللي اجتنا احتجاج ونحن كان عندنا قناعه وهي هو جواب على سؤالك بشكل غير مباشر كان عندنا قناعه انه ما حدا بيشوفنا. لما بده يشوفنا نحن يعني بالقناه الثانيه قناه ارضيه وانتنات وبزمن فضائيات وزمن دشات. اكثر واحد بتذكر يعني ضل على الان بذهني انا اب كان ساكن نواحي كليه الزراعه يعني بدمشق تقريبا. فعم بيحتج قلت له ليش انتم ما عندكم دش؟ قال ما بركب دش انا بالبيت. انا عندي عيله وعندي اولاد صغار ما فيني اخليهم يشوفوا اي شيء وانا ما دائما موجود بالبيت. انا ما بامن الا على التلفزيون السوري. هاي القصه مع كل هالزحمه مع كل وسائل التواصل مع كل الفضاء الرقمي والبث الرقمي كلها هي لساتها ميزه التلفزيون السوري لازم يتمسك فيها انه انا شو بقدم. نحن حتى يمكن هذا الشيء موضوع جدل حتى بالاخبار العامه الاخبار السياسيه الاخبار المحليه بيطلع الخبر بينتشر ما بيمتلك مصداق ما بيمتلك مصداقيته عند الناس حتى يعلن من التلفزيون السوري. صحيح. يعني لسه في شيء بيملكه التلفزيون ممكن تنحكى كثير اشياء عن السرعه عن المنافسه في كثير اشياء بنحكى كثير شيء عن التقنيات اللي نحن يعني بسبب حاله الحصار 11 سنه كل اقنيه التلفزيون عم تشتغل بمعجزه يعني ببراعه الفنيين والفنانين والاداريين عم يشتغلوا لانه في كثير تجهيزات هي تقريبا خرجت من الخدمه بتلفزيونات العالم. في هذا الشيء وفي عنا نحن ارشيف الى حد ما كبير هذا قادر لسه هو يمتلك حيويه الحضور حتى يومنا هذا بيمتلك متعه جذب الناس سواء ببرامج او بدراما والدراما السوريه يعني يعني غنيه بشكل غير عادي. اكيد بالختام بدنا نتشكر حضورك معنا الاعلامي سعد قاسم واكيد بدنا نتمنى لك هيك دائما التوفيق والنجاح واكيد بدنا نرجع نعايدك كل عام وانت بألف خير. وانت بكل خير وكل العاملين بالقناه بتمعت وكل العاملين بالاعلام السوري وكل السوريين مدنيين وعسكريين شكرا لكم. شكرا استاذ سعد لحضورك اليوم ينعاد عليك وهيك وعلى جميع العاملين وان شاء الله دائما بيبقى التلفزيون العربي السوري متواجد على الساحه الاعلاميه بشكل كثير قوي رغم كل شيء مرقنا فيه ولكن نحن موجودين ورح نضل موجودين. شكرا لحضرتك. شكرا لكم. أما نحن وصلنا لنهاية صباحنا لليوم بنتمنى لكم بقية نهار حلو لكم وخلينا نقول نرجع نعايد كل زملائنا بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وأكيد بدنا نعايد عائلتنا الصغيرة بالإخبارية السورية كل عام وأنتم بألف خير ينعاد عليكم ويعطيكم ألف عافية لكل شيء عم تشتغلوا عليه. نرجع دائما بنقول رغم كل الظروف ولكن نحن عم نشتغل من باب الشغف ومن باب محبتنا لهيئة المهنة. كونوا بخير. باي باي. أكيد كل عام وأنت بخير يا رشا وكل الكوادر الإعلامية السورية وسوريا بألف خير. أكيد بدنا نرجع نعايد كوادر الإعلام السوري وأكيد كوادر قناة الإخبارية زملائنا بهي المحطة وكل اليوم اللي كانوا بالكنترول والاستوديو الكوادر اللي كانوا بالكنترول والاستوديو كل عام وأنتم بألف خير وبقية نهار حلو لكم مشاهدينا وتضلوا بألف خير. باي.